العربية. أهلا بك مجددا عبد الله. مرحبا مجددا سميرة ولكل مشاهدي قناة النهار. إذا كما قلت تغطيتنا المباشرة متواصلة من ولاية غردايا، متواجدون الآن بمركز الإمام ابن عبد الوهاب، أفلح ابن عبد الوهاب. إذا معي هنا مجموعة من التلاميذ شعبة اللغات الأجنبية والفلسفة. بالنسبة لي كنا أخذنا آراء تلاميذ شعبة التسيير والاقتصاد الذين دخلوا الآن لاجتياز امتحان في مادة القانون. معي هنا الآن بعض التلاميذ في مادة اللغات الأجنبية. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني الموضوع الآن راه بين يديك، احكي لنا يعني كيفاش كانت الأسئلة وهل كانت في المتناول؟ الأسئلة فيما يخص شعبة الشعر كانت سهلة، أما بالنسبة للنثر كانت شوية صعبة. النظر لأكثرية الطلبة كما لاحظت اختاروا كامل شعر الشعر. موضوع الشعر. موضوع الشعر نعم. يعني فيه أسئلة يعني سهلة. أسئلة متناولة والموضوع في المتناول. ممتاز، يعني الأسئلة كاملة كانت مباشرة وكانت سهلة، ربما خدمتوا فيها شوية. نعم الحمد لله. الحمد لله، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. ايضا معي بعض التلاميذ، تفضل معايا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يعني حدثنا على موضوع اللغه العربيه كيفاش كان. موضوع كان موضوعين، نثر وشعر. كان موضوع النثر كان في اسئله غير مباشره وموضوع معقد نوعا ما، اما بالنسبه للشعر اسئله مباشره وفي مباشره وفي متناول الجميع. اغلبيه الطلبه اختاروا الشعر لسهولة الأسئلة وفصاحتها. يعني كانت في المتناول، يعني خاصة يعني كما قلت أنت الشعر على وش يتحدث؟ الشعر كان يتحدث على الشاعر سامي البارودي اللي اقترب عن وطنه بيروت، ويتحدث عن الأسى وحزنه واشتياقه لوطنه وحنين. أسئلة في المتناول للجميع، إن شاء الله تكون الأسئلة مثل هذه في المواضيع القادمة إن شاء الله، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. نجهز روحك العلوم الإسلامية مثلا إن شاء الله. إن شاء الله واجد. شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق. أيضا تفضل معايا. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. أنت وش من شعبة؟ أنا شعبة لغة أجنبية. نعم أجنبية. كيف يعني كيف كانت يعني الموضوع اللغة العربية؟ موضوع اللغة العربية أنا شخصيا اخترت الموضوع الأول وهو الشعر لسهولته يعني شخصيا، وأرى أغلب التلاميذ اختاروا الموضوع الأول أيضا لأنه كان في المتناول وكانت أسئلته مباشرة عكس الموضوع الثاني، كان معقد نوعا ما في طرح الأسئلة. ايضا في التقويم النقدي كان اسهل من الموضوع الثاني، لذلك الاغلبيه اتجهنا اليه. يعني كانت في المتناول اسئله. نعم، الأسئلة كانت في المتناول بالنسبه للموضوع الاول. بالنسبه للعلوم الاسلاميه حضرت نفسك المساء؟ ان شاء الله حضرت غالبا، وساواصل حاليا ثم نلتقي في الحصه الاسلاميه. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ايضا شاء الله. معي تلميذ اخر ربما من شعبه اخرى، تفضل معي. السلام عليكم، طالب من شعبه الاداب والفلسفه. الحمد لله اجتزنا اليوم امتحان اللغة العربية، وكان ضمن فيه موضوعين، الموضوع الأول يتحدث عن الشعر حول المدائح النبوية والزود، والموضوع الثاني كان يتحدث حول ألم الشعراء عند المهجر والمنفى. الحمد لله أغلبية الطلبة اختاروا الموضوع الأول لمدى سهولته الأسئلة، حيث كانت سهلة في متناول الجميع، الطالب المتحضر والمتحضر يستطيع بإمكانه الإجابة. الحمد لله اجتزنا، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لكل طلب إن شاء الله. يعني اللغة العربية أنتم بالنسبة لشعبة الأدب والفلسفة معامل ستة، يعني مهمة جدا بالنسبة لكم. يعني قلت الموضوع الأول الشعر هو اللي كان سهل نوعا. نعم كان سهل ومفهوم، يعني يمكن الطالب يفهمه مباشرة ليس كالموضوع الثاني. إن شاء الله نتمنى التوفيق إن شاء الله. بالنسبة للعلوم الإسلامية مساء إن شاء الله متحضرين، نضيف قليلا الآن أصبح متجهز إن شاء الله. إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق أيضا. شكرا جزيلا لك. إذا زميلتي سميرة، كانت هذه آراء بعض التلاميذ من شعبتي اللغات الأجنبية وكذا الفلسفة، خاصة وأن هذه المادة مهمة وأساسية بالنسبة لهم. الجميع أجمع على أن الموضوع الأول المتمثل في الشعر هو الذي كان سهل وفي المتناول، فيما كان الموضوع الثاني صعب نوعا ما ومعقد. إذا أكيد أننا سنعود إليك ولرصد آراء أخرى من تلاميذ في مختلف المراكز بولاية غردايا.
شكرا لك عبد الله. سنعيد ربط الاتصال بك لاحقا.